بعدك الدم ينسفر يا طه يا أول جاري من بعدك الدم ينسفر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في المحطة الثانية من هذه التغطية الخاصة بذكرى استشهاد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأجدد الترحيب بالدكتور والباحث الأكاديمي الأستاذ ناظم العبادي. حقيقة دكتور، المتبادر كذلك إلى الذهن هو سؤال مهم: كيف ساهم المسلمون بالإساءة إلى رسولهم؟ أحسنت. طبعا الشيء الأساسي هو بالحقيقة عدم التمعن والتفكر في الأطروحة العادلة الكاملة اللي إجا بها النبي عليه الصلاة والسلام. بالحقيقة ممكن نوضح أنه الأفكار اللي إجي بها، منظومة الأفكار والقيم والإخلاقيات والمشروع اللي يخدم البشرية بالضبط اللي طرحها، كان إلى تأثيرين بعدين: بعد قريب وبعد مستقبلي. البعد القريب اللي هو بدأ طبعا مثل ما قلت لك انه النبي بدأ حقيقة للسنوات يشتغل سري بدعوة سرية، لأن ما يقدر يطرح أفكار في بشكل علني. بالضبط، كانت الأصنام هي يعني بمنزلة الآلهة وذات تقديس، ويعني تحكم، والساسة اللي موجودين يردون هذا لتخضيع وتركيع القواعد الشعبية اللي موجودة بذاك الوقت للحفاظ على مصالحهم اللي هم مقسميها بيناتهم بضعة أشخاص. فالنبي من بدأ الثورة الثقافية أو طرح، كان إلها تأثير قريب أو غالبا حول الشباب وحول الناس المنفتحين عقليا وعندهم وعي، فافتهموا واستوعبوا ماذا يريد النبي والتفوا حوله، ضحوا بأنفسهم وأموالهم وهاجروا وكذا. هذا البعد القريب. احنا عندنا شنو؟ عندنا بعد آخر اللي هو مستقبلي، يعني ما كان يقدم النبي من قول ومن فعل ومن بث ثقافي بالحقيقة كان إلى هدفين، هو يعني باعتبار أنه مكلف ويشتغل باتجاه الوقت الحاضر اللي يعيشه، قلنا يسموه التخطيط القريب، ويخطط للمستقبل. انطلقت الأفكار المستقبلية إلى يومنا هذا، تلقفتها العقول الواعية المنفتحة. يعني أنا أحكي لك قد يعني استوعب أطروحة النبي من خارج الأمة الإسلامية بشكل معمق أكثر مما استوعبوه المسلمين، لأن المسلمين تقريبا ارتبطوا بالنبي عاطفيا بدون أن يكون هناك تركيز على أطروحته وعلى أفكاره وعلى ثورته الثقافية. ليس بأغلب يعني بجملتهم، لما جزء لم يفهم هذه الرسالة وجزء آخر ربما فهم الرسالة واستطاع أن ينقل هذه الرسالة جيلا بعد جيل. هو بالحقيقة هاي مشكلة، احنا هي بالحقيقة هاي اللي انفتحت على الثورة الثقافية المحمدية بالحقيقة نسبتها قليلة، لذلك الأمة اليوم تعاني. يعني انت مثل عندك موضوع الطائفية والتفرقة يأشر على انه الأمة لم تستوعب ما أتى به، بل للأسف يعني أغلبها لم تستوعب ما أتى به النبي. لا. بل أجيب لك أن نقلك مثلا إلى ما استوعبه الآخرون من خارج الأمة. جميل. مثلا أسماء كبيرة وعظيمة، يعني مثلا أجيب لك موضوع يعني اسم تولستوي، هذا الحكيم الفيلسوف الكاتب العظيم الحقيقة مفكر، هذا يعني كله عقل وكله فكر، إنتاج أثر على البشرية، وقف منبهرا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، انفتح مع العلم هو ليس من أتباع النبي، إنما انفتح عقلي وقدم كتاب على ما أذكر اسمه حكم محمد، أشار بالضبط إلى أشياء دقيقة وعميقة في المشروع المحمدي وفي الأطروحة المحمدية وفي الثورة المحمدية الإنسانية، وحتى ركز على يمكن ركز على 64 حديث وانبهر بها. مثلا من ضمن الحديث اللي بهرته وشدته مثلا أنه ما معناه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا القيمة الإخلاق العظيم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، يعني هذا قيم.
يعني هذه مفاهيم إنسانية, مفاهيم عامة إنسانية عظيمة. وأنت تصور شلون ترتقي بالإنسان وتخلي وتجرد عن ذاته وتجرد عن بعد المادي وانطلاقه إلى الخدمة الاجتماعية وإلى التغيير وإلى الإصلاح. هذا مثل تولستوي. مثلا في نفس الوقت عندك مثلا برنارد شو أيضا اندهش. وهذه عقليات مو هذه يعني فد جواهر ضمن البشرية, يعني عقول ليست هينة. زين عندك مثلا لامارتين الشاعر الفرنسي أيضا وقف يعني مندهشا وانبهر بما أو بحث وصفه النبي, قال أنه هو أعظم شخصية عرفتها البشرية. زين يعني على المستوى الدنيا وعلى المستوى الديني, حتى قارنوه ببقية الأنبياء اللي عليهم وعلى الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام, قارنوه ببقية أنه ما أتى به النبي أكثر يعني خلينا نقول انفتاحا على البعد الواقعي وعلى البعد الدنيوي, بالرغم انه يربط الانسان بالله سبحانه وتعالى. وطبعا اكو شخصيات مثل مفكر فرنسي غوستاف لوبون, هذه هي نظره الاخر للاسلام. نعم هارت, اكو هذا يهودي مفكر يهودي هارت ايضا كتب عن النبي ووضع النبي من ضمن 100 شخصيه من اعظم الشخصيات بالعالم. نرجع إلى الأمة الإسلامية. إحنا كأتباع النبي بالحقيقة طبعا عندنا حب وعندنا تقديس وعندنا عاطفة للنبي, لأنه يعني مثلا الواقع يأشر أمور سلبية. مثلا مسألة التفرقة ومسألة الطائفية والتفرقة حقيقة مهما كانت كثير أو قليل هي ضد المشروع المحمدي, ضد الأطروحة المحمدية. هي بالحقيقة من غير ما تشعر, وإن كان هذه بالحقيقة بسبب قلة يعني قلة التفكر بالمشروع المحمدي وقلة خلينا نقول قوسين نوع من السذاجة استخدمها الأعداء بحيث شنو وجهوها. واليوم بعض التهم والشاعات للأسف يرددها بعض المسلمين أو يتصورون. مثلا أكو تصور أنه النبي هو رجل غزوات وكذا. النبي لم يكن هكذا, إنما وين المشكلة؟ المشكلة أنه الصورة نقلت خلال النبي كل حكمه بالمدينة 10 سنوات. هو يعني هم ما أخذ راحته بالحركة وبالتطبيق, هي 10 سنوات بالمدينة ما أخذ راحته حتى يبرز, لكن هو بالحقيقة قدم شيء رائع إنساني وحكم رشيد وحقوق إنسان. لكن اللي اجوا بعده اللي هم تقريبا 600 سنة خلينا نقول الحكم الأموي الحكم العباسي بدأوا يرسمون الصورة, والصورة الرسمية الحكومية طبعا تطغي باعتبار انه هي المنهجية الثقافية والإعلامية بالضبط. فرسم الصورة هكذا يبررون غزواتهم ويبررون خلينا نقول تصرفاتهم الغريزية. فصوروا قدموا النبي عليه الصلاة والسلام قدموا عليه انه شخصية حرب وشخصية غزو وشخصية نساء, كلها بالحقيقة هي كون الصورة مو واقعية أصلا مضادة لحقيقة النبي. ثم طبعا هذا ما استمر مو فقط 600 سنة, بعدين جاءوا العثمانيين استمروا على نفس النهج, الصفويين استمروا على نهج, وحد اليوم هي احنا نشوف حتى هاي الأحزاب اللي تدعي انه أحزاب إسلامية تمارس نفس عمل بني أمية ونفس بني عباس, يشوهون باسم الإسلام, يشوهون الإسلام ويشوهون صورة النبي للحفاظ على مصالحهم و تمشي أمورهم السياسية. هل من الممكن أن تنطلق مبادرات للرد على هذه الإساءات؟ يعني إحنا مثلا الكثير من الأخوة انبهروا بفيلم محمد رسول الله, هذا الإنتاج الحديث, وربما فيلم الرسالة وفيلم قديم يعني منذ أكثر من 20 سنة أو 25 سنة, لا توجد هناك يعني نظرة للمسلمين أو للمؤسسات الإسلامية المؤسسات الدينية من أجل عرض حياة الرسول بطريقة حداثوية ومفيدة ومهمة للناس, مثلا أفلام وثائقية وغيرها. لم نشاهد هكذا يعني مبادرات مهمة عدا هذه التي ذكرناها. سنت هي المبادرات يفترض تكون من قبل يعني المثقفين ومن قبل على مستوى شعبي, أما دائما هاي مبادرات على المستوى الرسمي دائما تحرف وتخلط. يعني شلون يخلط السم بالعسل؟ تخلط بأهداف سياسية يعني شنو تحرف الفكرة أساسا, وبالتالي هم تحقق ربما ضرر أكثر من
من الفائدة. إلا أنه من ناحية إحنا كأمة إسلامية الشيء العملي المفروض إحنا نكون نتجاوز مرحلة التفرقة وانثقب باتجاه الوحدة والتوحيد، باعتبار اليوم إحنا حتى نقدم النموذج للآخر الخارج الأمة هو المراقب. اليوم أهم المراقب الخارجي أهم شيء عنده وتحفظ على الإسلام، أنه يشوف الأمة تتقاتل فيما بينها، إذا يشوف الطائفة ويشوف التفرقة، وبذلك يوصل هو شنو هاي مغالطة، أنه يوصل أنه هم ذولي يطبقون الأطروح المحمدية الأطروح العادلة الكاملة، وبالتالي هاي النتيجة. وبالحقيقة لم يحصل، إحنا بالعكس هذا كل اللي يحصل هو ضد الإسلام وضد الأطروح، هو ابتعاد وبالعكس هو تهديد يعني من الداخل. يعني الرسول يقول إنما بعثتوا لأتمم مكارم الأخلاق، واليوم يقولون جئناكم بالذبح. هذا طبعا هذا شنو بالحقيقة، ذولي خلينا نقول محسوبين على الإسلام، مدفوعين من المتمردين على الإسلام. يعني إحنا عندنا المشكلة نوعين، عندنا متمرد وعندنا متعبد. عندنا المتعبد اللي هو ماشي بالدين دون تعقل ودون تفكر إلى العقيدة وإلى المفاهيم، هذا ما وجدنا عليه هذا المشكلة. وهذا وين يسخر؟ يقع بيد المتمرد. هذا المتعبد الساذج يقع بيد وين؟ المتمرد على الإسلام، اللي هو قلنا القوة الثلاثة، اللي هي القوة الوثنية والقوة قوى الحجر وقوى المال وقوى السياسة أو العسكر. هذه القوى اللي اليوم كانت ولا زالت تحكم عالمنا، قوى الاستكبار اللي حقيقة هي تحس بالخطر وتشعر بالخطر من هذه المفاهيم المحمدية اللي تهدد مصالحها، لأن هي هذه تريد تثور الشعوب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شيء الأساس اللي بدأ، وحتى يعني يكون واضح نتصور المشهد عندما ظهر النبي، ظهر ثائرا وظهر معارضا وقاد معارضة سرية، لأن كانت خطرة وممنوعة جدا، قادت لسنوات سرية، ثم بدأ 10 سنوات معه الشباب يثقفون ضد من؟ يثقفون ضد الصنمية، يثقفون ضد العبودية اللي كانت سائدة، يثقفون ضد انتهاك حقوق النساء، حقوق المرأة، المرأة كانت تدفن، يثقفون ضد استباحة دماء الإنسان البريء اللي كان يذبح ويقدم أضحية إلى الحجر. هذه الثورة بدأت 10 سنوات وقدموا، شوف حتى هم يعني أتباع النبي يشوفون التضحيات اللي قدموها الذين ثاروا، الشباب الذين ثاروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، قدموا حقيقة كل شيء، قدموا أموالهم، قدموا أنفسهم، وأغلبهم عذب وقتل، اللي قتل والده واللي قتل والدته، ثم طردوا وهجروا من مكة. ثم رغم هذا طيلة هاي الفترة هم في حالة الدفاع عن النفس، يعني سنتم. حتى مسألة الحروب حروب دفاعية، وكانت يعني كان النبي هو مجرد يريد يحافظ على هالمجموعة اللي تحمل هاي الفكرة. حسنتم دكتور، شكرا جزيلا. وأحبتي المشاهدين، فاصل ونواصل إن شاء الله تعالى. من بعدك الدم ينسف.